راديو. وصلنا معاكم مستمعينا لفقرة الدردشة وموضوع حلقتنا لليوم. موضوع حلقة اليوم بيقول واش يعني كيعجبكم انه الانسان اللي انتم كتبغيو يخبي عليكم شي حاجة مهمة في يعني ما كتعرفوهاش باش ما يخسركمش، او كتفضلوا انه يصارحكم بكل شيء عنه عن الماضي ديالو حتى لو كان شيء صعب، وديك ساعة انتوما اللي تقرروا واش تكملوا معاه او لا. يعني واش كيعجبكم انسان يعني اللي كتبغيو يخبي عليكم شي حاجة مهمة باش ما يخسركم شي، يعني هذا هو التبرير ديالو انه خبى عليكم باش ما يخسركم شي او لا، قولي وانا قرر. عيطوا لنا على الارقام ديالنا 0539333333 او 0539349440، وشاركونا الاراء ديالكم والتجارب ديالكم. انا شنو انت اش كتفضل انت؟ شفتي انت قلتي هذا معقول ولا انت خليجيه مع احلامي؟ يلا قول لي انت شنو تحب انت، يعني شنو تسوي؟ احنا كنا كنهضروا قبل ما ندخلوا ياك وهضرت انه الانسان ربما الا تعصب يعني على شي حاجه كيتعصب انه هو كان مغفل طول هاد الفتره، يعني فهمتي كتبقى فيك الحال اللي هادشي كامل وانا ما فيش اخباري، ماشي ما فيش اخبار. عايشه اسكت عايشه عايشه شنو خالك هاد النهار؟ عزب النصف. يلا زيد كمل. صافي، اما لو شي حاجه تستخبى صافي ما غاديش نعرفوها مدى الحياه ما حتش. لا ولكن مثلا هاد السر هذا ممكن يظهر تام من هنا 30 عام 40 عام، واش يقولوا لك دابا وينكدوا عليك حياتك 40 عام 50 عام ولا علاش ينكد عليك؟ انت مسكه ولا مسكه الله يعاون. شو انا الصراحه على حسب، بعض الحاجات نبغي الناس يقولوهم لي وصرحوني بهم، بعض الحاجات غير ما يصرحونيش لا انا مقابله نكون مغفله. ما هي على هيدا اللي هي الحاجات اللي ما مستحيل تعرفيها من بعد، فهمتي؟ فوالا واحد الحاجه دفنات ومشات وسالت علاش ما تقولش تحرك راسي. اما شي حاجه يعني عايشه معانا او لا، الناس كاملين عارف احنا جالسينها فين، كل شي عارف الا انا وكنشوف ديك النظارات هيدا. لا قولوا لي احسن، اخر من يعلم احسن. قولوا لي عندك نعمل شي حاجه لا تحمد عقبه في ديك الساعه. غادي نمشيو باش نستقبلوا مصطفى من مكناس. الو سي مصطفى. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كيفاش عايش؟ لاباس عليك؟ الحمد لله سي مصطفى، لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. كيفاش عايشة؟ كلشي مزيان سي مصطفى، كنتمنوا تينا تكون بخير وعلى خير. الله يلا بخير الحمد لله، نتمنى غير نتوما تكونوا مزيان وطاقم كاب راديو كله. كلشي مزيان سي مصطفى وطاقم كاب راديو كامل كيسلم عليك. قولي سي مصطفى. ليكم كلكم ربي يخليك سي مصطفى، شكرا بزاف. اذا سي مصطفى تينا من الناس اللي تبغي الناس اللي قرابين عليك يخبيو عليك بعض الحقائق باش ما يخسروك شي او يقولوا لك شنو كاين، وانتينا تصرف ديك الساعه، بغيتي تخسرهم بغيتي ما تخسرهمش، يعني كيبقى ديك الساعه على حساب انتينا وشنو غيكون التصرف ديالك. لا انا نبغي نقول يقولوا لي كل شيء، واخا تكون مثلا هاد الحاجه غتضرك بزاف او يعني تكون مشاك او تحزن او شي، ماشي مشكل، غير يقولوا لي ما يخبيوش عليا ماشي مشكل. طب لو لو اكتشفت ان شي واحد خبى عليك شي حاجه واش تقطع على علاقتك فيه ولا تقدر تسمح له؟ تنسمح له. ده انت ملك. يعني هاد الشخص مثلا واخا يكون عمل فيك بزاف ديال الاشياء ماشي مزيانه تقدر تسمح له؟ ماشي مشكل. ثانيه وهانيه بالصح زي ما الله يصح. سعدات الناس اللي معك سي مصطفى. بارك الله عليك سي مصطفى، شكرا لك سي مصطفى على هذه المكالمة الجميلة جدا ديالك، تحيه للناس ديال مكناس. غادي نمشي والمكالمة اخرى مستمعنا الكرام. ويونس من طنجة. الو يالو. الو سي يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام سي يونس، لاباس عليك؟ كلشي مزيان. كلشي بخير الحمد لله. بارك الله فيك. الله يكبر بك، شكرا بزاف سي يونس. المهم صراحة الرأي ديالي أنا بالنسبة للموضوع ديال اليوم. كنأمن ديك القضية ديال السعير على قضاء حوائجكم بالإكتمال، يعني أنا مثلا باغي نتزوج أو لا باغي نعمل شي حاجة، فعفى الله عما سلف، إذا كانت شي حاجة اللي بصح تستاهل المعنى ديال عفى الله عما سلف. يعني غادي شي حاجه غتستر مثلا ما غتعرفش مره اخرى، ما حتى واحد ما يجي بدا امتى واحد ما عارفه، الا كان واحد ما عارفه ماشي بحال اللي قلتي قبيله اخر من يعلم شي حاجه معروفه وتينا جالسه في وسط المجمع وكل شيء عارف الا تينا.
حتى شي حاجه ما حتى واحد ما عارفه. فممكن تترى خوفا او لحبا من ذاك الشخص باش ما نخسروش. اما اذا كان شي حاجه اللي هكذا وهكذا ماشي شي حاجه اللي صعيبه او لا، واخا تكون صعيبه ولكن الناس عارفينها وغادي نعرفها او لا غنعرف ذاك الشخص هذاك من بعد غادي يعرف هذه الحاجه هذه، فكنفضل اني نمشي لعندو نصارحو كل واش ما شنو. وديك الساعه اللهم نتفارق في الاول او لا ديك الحاجه ما تكملش في الاول، ولا تدوز 10 سنين و 20 سنه مثلا الى هضرنا على الزواج ويكونوا الدراري والهراري وكذا وكل خمسه ثاني. طب سي يونس، انت بالنسبه لك لو حد خبى عليك انت واش غادي تسمح له ولا لا؟ على حسب، يعني اذا كان الموضوع بحال قلت لك انا يعني حتى واحد ما عارفه من غير من يعني حتى واحد ما عارفه من غير ديك الشخص هذاك، فغدوز واحد المده الى ثقت له. اول حاجه ما كاين منين نثق، الا ما جاش ديك الشخص هذاك اللي ماشي صرحني يقول لي شنو كاين شنو كاين، فعلى حسب على حسب المشكل. ونقدر نقول لك على حسب عاوتاني انا شمن الوضعيه انا وديك الشخص. فمثلا اذا كان صديق ديالي عزيز عليا بزاف وكنعرفو 10 سنين 20 سنه ومن بعد جا هو عاود لي، فاكيد غادي نسمح له لانه هو اللي جا عاود لي ماشي سمعت من عند شي واحد اخر. لكن سمعت من عند واحد اخر وهو يعني بحال نقولوا خلاني في دار غفلون، فهنا ممكن يكون تصرف اخر. تبارك الله عليك سي يونس، شكرا بزاف على رايك الجميل جدا. نهاركم بخير. يعني سي يونس قبل النهايه من الاخر لا هو عنده الحق، يعني الا كانت واحد الحاجه ممكن يعني تنسى او ممكن انا عارفه غير انا وانتينا، يعني ممكن موضوع يتشد بيناتنا وصافي موقع باس مثلا، وخصوصا انك جيتي وصرحتيني وقلتي لي وديكش. اما الا جالسين هيدا وكل شيء عارف وانا بوحدي اللي ما عارفش او انا عارف والناس عارفين الا لا. بس بنشوف ان المستمعين يعني بزاف منهم بتلاقيه بيقول لك واش تسمح له؟ اه سمح له. احنا عندنا المستمعين ديالنا طيبين طبعا.